هنا WBCQ نقدم لكم راديو فرصة العالم الأخيرة worldslastchance.com من مونتيتشيلو في مين في الولايات المتحدة الأمريكية. جرائم عنف، اضطراب سياسي، عدم استقرار مالي، كل شيء يشير إلى أن أزمة لا مثيل لها على وشك الحدوث. استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي. راديو فرصة العالم الأخيرة، نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك. درس الكلمة اليوم بعنوان كان داود كاهناً ونبياً وملكاً كذلك يهوشوا المسيح ابنه. أحبائي، الموضوع ده على درجة كبيرة جداً من الأهمية، وهتدركوا سبب أهمية هذا الموضوع إذ نتقدم في درس هذا الموضوع في هذا الصباح المبارك. السؤال هو الآتي: كلنا نعرف إنه داود كان ملك، وكلنا نعرف إنه داود كان نبي بدليل في كثير من النبوات كتبها في سفر المزامير، فمش صعب إنه نثبت إنه داود كان إيه؟ نبي. ولكن ما قد لا نعرفه جيدا هو إنه داود كان كاهن. داود كان كاهن. فمثلا افتحوا معايا في صموئيل الثانية 8، صموئيل الثانية 8، هنجد إنه حتى أولاد داود كانوا كهنة. صموئيل الثانية 8:18، آخر أربع كلمات في الآية وفي الأصحاح تقول وبنو داود كانوا كهنة. طب واحد يسأل سؤال، وسؤال منطقي: إزاي كان داود كاهن وأولاده كهنة وهم جاءوا من سبط يهوذا؟ سبط يهوذا ما كانش ليه أي علاقة بالخدمة الكهنوتية في الهيكل في ذلك الوقت. الخدمة الكهنوتية في الهيكل في ذلك الوقت كانت الوظيفة الأولى والأخيرة والأساسية لسبط لاوي. طبعا على أي أساس كان داود كاهن؟ وده هيكون موضوع دراستنا اليوم، لأنه إذا كان داود كاهن فبالتالي يهوشوا المسيح اللي هو جاء من نسل داود هيكون أيضا كاهن. والنقطة دي مع الأسف عدت على حخامات اليهود. النهاردة حخامات اليهود بيقولون الآتي: نحن لا نؤمن بالمسيح، إن هو المسيح اليهودي. طيب يا حخامات، ليه مش بتؤمنوا إنه المسيح، إنه تترجم أو حياته تمت في خدمة السيد يهوشوا المسيح؟ ليه مش بتؤمنوا بذلك؟ يقولوا لك الآتي: المسيح بتاعنا، هم يقولوا كده الحخامات، المسيح بتاعنا اليهودي لمن هيجي؟ مش هيجي عشان يموت، ومش هيكون زي المسيح المسيحي اللي بيقولوا عليه بعد ما مات هيجي مرة تانية عشان يتمم نبوات العهد القديم. فاحنا لذلك نرفض أن نعترف بيهوشوا المسيح بأنه هو المسيح اليهودي. لا، يهوشوا المسيح ده مسيح بتاع المسيحيين، مسيح بتاع حاجة تانية، بس مش ده المسيح ابن داود اللي تم العهد القديم التنبؤ عنه. يقولون كده الحخامات اليهود، وبالتالي
كل الشعب اليهودي اللي بيتبع الحاخامات الحاخامات يرفض الاعتراف بانه يهوشوا الناصري اللي انا اؤمن به وانتم تؤمنوا به انه ده هو المسيح، يرفضوا ان يعترفوا به انه ده هو المسيح. طبعا هناك اسباب اخرى يرفضوا بها، على اساسها بيرفضوا المسيح انه نبي لانه نبواته لم تتم. فالحاخامات اليهود النهارده يقولوا المسيح ده نبي كذاب. يا اخواننا ليه نبي كذاب؟ يقولوا لك مش هو قال لكم في متى 24:1 الحق اقول لكم انه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض؟ اهو شايفين ادي النبي الكذاب بتاعكم يهوشوا المسيح، تعالوا القدس، تعالوا اورشليم وهتشوفوا احجار السور الهيكل ما زالت قائمه ولم تنقض كما سبق وتنبأ النبي الكاذب بتاعكم اللي اسمه يهوشوا المسيح. فانا بشكل متواضع ارد على الحاخامات واقول لهم الاحجار الباقيه بتاعت السور موجوده، بس اين الهيكل؟ اين الهيكل؟ ايه فايده الاحجار بتاعت السور اللي بعضها لم ينقض والهيكل كله نقض؟ انت بوجود الكم حجر الموجودين الان من غير ان يسقطوا، هل عندك هيكل؟ هل انت بتعتبر ان بقاء بعض الاحجار احجار السور قائمه ده يثبت كذب نبوه السيد المسيح؟ يا احبائي لما السيد المسيح قال لكم يا حخامات، قال للفريسيين اسلافكم في ذلك الوقت انه ما فيش اي حجر على حجر هينقض الا ما ينقض، بيقصد وبيشير الى الهيكل، انه الهيكل هيهدم. فاذا تبقى بعض الاحجار قائمه من السور ده لا يلغي دقة هذه النبوة كيف تمت بالحرف الواحد انه بالفعل تم نقض الايه او تم هدم الهيكل تماما كما قال السيد المسيح. فانا اعتبرها حجة او رد غير منطقي وغير عقلاني جدا من الحاخامات اللي على اساسها بيقولوا انه حتى هذا المسيح مش نبي، واحنا بنقول ان المسيح بتاعنا هيكون نبي، يعني اي حاجة يقولها هتتم. انتوا المسيح بتاعكم ده مش هو ده المسيح لانه نبواته كاذبة بدليل متى 24:1. نقول لهم لا، متى 24:1 تمت بالحرف الواحد، واللي ميهوش وقال لا ينقض حجر على حجر ما كانش بيقصد فقط احجار السور، ولكن بيقصد انه الهيكل نفسه اللي كنتوا بتقدموا عليه ذبائح هيتم هدمه ومش هيتبقى ليكم غير أحجار السور، وأحجار السور لا تعني أي شيء بالنسبة لأي يهودي النهاردة. أحبائي اليهود الحاخامات اليهود النهاردة بيرفضوا السيد المسيح، مش بس لأنه نبي كاذب، ومش بس بيرفضوه إنه هو بيدعوا إنه هو مش من نسل داود، وإحنا أثبتنا في درس سابق إنه هو بالفعل من نسل داود عن طريق يوسف بالتبني وعن طريق مريم بالولادة، ولكن هم بيرفضوا الدور الهام والأساسي للمسيح اليهودي وهو دور الكاهن. حتى بالنسبة لحاخامات اليهود فات عليهم إنه المسيح اليهودي قبل ما هيكون نبي وقبل ما هيكون ملك فهيكون كاهن. بالنسبة للحاخامات اليهود بذكائهم ورغم انه بيتفرغوا طول عمرهم للدراسة يستندوا الى التلمود والى المشنة والى الجمرة والى المدراش، بيستندوا الى ابحاث ليس لها بداية ولا نهاية ويتعمقوا في الكتاب
وجيل بعد جيل يضيف إلى التلمود. التلمود ده تم كتابته على مدى 1000 سنة، على 1000 سنة يجي جيل بعد جيل ويضيف إلى التلمود، إلى أن اكتمل التلمود البابلي في سنة 500 ميلاديا، ولكن تم إضافة إليه الكثير من التفسيرات، وانتهاء بأهم تفسير يستند إليه وهو تفسير الحاخام راشي في القرن 11. يعني أقصد أقول إنه اليهود مع إنه الحاخامات دول بيصرفوا كل أعمارهم في دراسة الكتاب المقدس بتاعهم اللي هو العهد القديم، وفي دراسة ما اجتهد في تفسيره من آباء اليهودية على مر العصور، ولكن فات الجميع إنه الكتاب المقدس العهد القديم بيقول لنا إنه المسيح اليهودي هيكون كاهن. وهذه الحقيقة لو استوعبها الحخامات وأدركوا إنه المسيح اليهودي ينبغي أن يكون، قبل أن يكون ملك أو نبي ينبغي له أن يكون كاهن عشان يتمم الهدف الأساسي لمهمة المسيح، هذا الهدف الأساسي غاب تماما عن أعين الحخامات. ولو أدركوا هذا الحق لفهموا لماذا كان ينبغي على المسيح عندما يظهر في الأرض أن يموت ثم يقام ونحن في انتظار عودته مرة أخرى. الحاخام اليهودي يقول لك لا، ده كلام فاضي، المسيح أول ما هيجي ويحكم إلى أبد الأبدين. نسأل سؤال، إذا المسيح هيجي ويحكم إلى أبد الأبدين هيحكم مين؟ مين هم الشعب اللي هيستطيع يعيش إلى أبد الأبدين؟ عشان المسيح يحكم إلى أبد الأبدين أيها الحخامات اليهود عليكم أن تفهموا هذا الأمر، عشان يقدر المسيح أن يحكم إلى أبد الأبدين ويؤسس مملكة يهوى إلى أبد الأبدين على الأرض، ينبغي أن يكون هناك رعايا خالدين أيضا، وعشان يكون في رعايا خالدين فهيكون في مملكة خالدة وملك خالد اللي هو المسيح اليهودي. ولكن أن يكون المسيح خالد ويعيش إلى الأبد من غير رعية تحيا معه فهي هتكون مملكة فاضية، مملكة بلا ناس. ده أنتوا اللي عاوزينه يا حخامات اليهود اللي توهتوا شعوبكم أو شعبكم اليهودي بتفسيراتكم. الكتاب المقدس اللي أنت أيها الحاخام بتؤمن به بيقول لي في أهم مزمور كتبه داود وهو مزمور 110 بيقول لي إنه المسيح، وانت ما عندكش اي اعتراض على حقيقه انه مزمور 110 هو مزمور مسياني، يعني بيتكلم عن المسيح اليهودي. طب ماذا يخبرنا الاله يهوه عن المسيح اليهودي؟ بيقول لنا ايه في مزمور 110؟ تعالوا نفتح مزمور 110 ونشوف ازاي عباقره التلاميذ التلمود، عباقرة أساتذة التلمود فات عليهم هذا الحق الواضح المذكور في كتابهم اللي بيعترفوا به ألا وهو العهد القديم. كتابهم المقدس هو العهد القديم، وفي مزمور 110 عدد 1 يقول قال يهوه لربي، الرب الأولاني غير الرب الثاني، الرب الأولاني هو الإله يهوه، الرب الثاني هو إشارة إلى الابن إلى المسيح، اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. هنا واضح
انه ده تمجيد عظيم، تمجيد عظيم للمسيح، انه هيجي في يوم من الايام ويهوى هيقول له اصعد من الارض، اصعد من الارض واجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. دي في حد ذاته اثبات للحاخامات انه المسيح قبل ما يتمجد، قبل ما يتمجد ويجلس على يمين الآب ينبغي أن إيه؟ أن يموت، لأنه التمجيد هيجي بعد الموت، بعد موت الإيه؟ المسيح، تماما كما ذكر لنا النبي أشعياء في أشعياء 53 وفي الأعداد الثلاثة الأخيرة من أشعياء 52. ثم نفس هذا المزمور، نفس هذا المزمور اللي بيعترف به الحاخامات، الحاخامات اليهود، انه بيتكلم عن المسيح، النبوة عن المسيح، بيقول لنا في ايه؟ في عدد أربعة، يهوى في عدد أربعة بيقول ايه؟ أقسم يهوى ولن يندم، أنت كاهن، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ايه؟ ملك صادق. هنا يهوى بيعلن انه المسيح اليهودي هيكون كاهن على رتبة مين؟ رتبة لاوي؟ على رتبة هارون؟ لا، على رتبة ملكي صادق، كاهن من نوعية مختلفة. أحبائي، معرفش إزاي إخوتي الحاخامات اليهود تعدي عليهم هذه الآية، أنا بالحقيقة معرفش. هنا يهوى إله شعب إسرائيل وإلهنا بيقسم، بيقسم انه هذا المسيح اللي مذكور في عدد واحد هيكون كاهن، وكاهن على رتبة ملك صادق. نسأل سؤال، ايه شغل الكاهن؟ ايه شغل الكاهن؟ تقديم ذبائح، تقديم ذبائح، ده شغل الكاهن. الكاهن هو تقديم ذبائح نيابة عن الخطاة للحصول على الغفران، للتكفير عن الخطية. هو الوسيط اللي يقف ما بين الخالق وبين الخاطئ، ده شغل الكاهن. طب اسأل سؤال، لما المسيح هيكون كاهن وشغلة الكاهن يقدم ذبائح، شغلة الكاهن يقدم ذبائح، طب نسأل سؤال وجيه، ايه الذبائح اللي قدمها السيد المسيح لما كان على الارض؟ ولا ذبيحه. لم يقدم السيد المسيح وهو على الارض اي ذبيحه. ليه؟ لانه هو ما كانش كاهن على رتبه هارون او رتبه لاوي عشان يقدم ذبائح في الهيكل اللي خصص لخدمه الايه؟ الكهنه اللاويين. لا، المسيح كان رتبة مختلفة، فذبيحته مختلفة هتكون، وخدمته هتكون مختلفة، وهيكله هيكون مختلف. إذا كان الهيكل الأرضي، هذا البنيان الذي بني في أورشليم من قبل سليمان ثم من قبل هيرودس، إذا كان هذا الهيكل هو المكان الذي كان الكهنة يقدمون فيه الذبائح نيابة عن الخطاة للتكفير عن الخطية، طب إيه طبيعة الهيكل اللي هيخدم فيه المسيح؟ ده السؤال. الهيكل بتاع سليمان ثم الهيكل الثاني بتاع هيرودس كان لخدمة مين؟ خدمة الكهنة اللاويين وخدمة الرئيس الكهنة اللي كان على من بيت هارون. طب السيد المسيح بيقول لنا هنا بقسم ان هو كاهن على رتبة ملكي صادق، على رتبة ملكي صادق. طب فين الهيكل بتاعك؟ فين الهيكل بتاعك انت يا مسيح؟ اليهود عدت عليهم النقطة دي، ما درسوش هذا الموضوع بالعمق الكافي، واعتبروا انه المسيح
مش ممكن يكون كاهن رغم تصريح يهوه، لأنه المسيا جاي من سبط يهوذا، وسبط يهوذا كان معروف عنه أنه لا علاقة له بالهيكل، لا علاقة له بالهيكل، وبالتالي مش ممكن المسيح يكون المسيا اليهودي يكون كاهن. وإحنا والحخامات اعتقدوا أنه دي زلة لسان، حاشا، زلت لسان من الآب، زلت لسان من الآب، وإنه مش مقصود كان بها إنه ده يكون تصريح عن المسيح. أحبائي أنتوا تستغربوا لما أقول لكم كيف يفكر الحاخامات، دي هي الطريقة. التلمود مدام لغى فكرة إنه المسيح اليهودي هيكون كاهن، يبقى ما فيش إنسان يهودي يجرؤ اليوم على قبول تصريح الإله يهوه بأنه المسيح هيكون كاهن على ردة ملك صلاح. لا يجرؤ أي يهودي على استنتاج أنه المسيح القادم هيكون كاهن طالما أن التلمود رفض هذه الفكرة، طالما أن التلمود رفض هذه الفكرة ورفض هذا الاستنتاج أو رفض هذا التفسير المبني على القراءة الواضحة والاستنتاج الواضح للنص. الآية تقول أقسم يهوه، في لغة أقوى من كده، يهوه بيقول أنا أقسم ليك يا داود أن المسيح هيكون كاهن على رتبة ملك صادق. يجوا الحخامات يقولوا لا 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 لا، أولاً المسيح جاي ملك، ولأنه جاي ملك مش محتاجين كاهن، المسيح مش محتاج يكون كاهن، الكاهن شغلته يكفر على الخطايا. إحنا عندنا سبط لاوي شغلته تقديم ذبائح للتكفير عن الخطايا، وعندنا كمان التلمود يقول لنا أنه بعد ما انهدم الهيكل أباء الكنيسة، أباء الديانة اليهودية وحكماء الديانة اليهودية أوجدوا لنا بدائل للتكفير، بدائل أخرى للتكفير عن الخطية، مثل التوبة، مثل الصلاة، مثل الأعمال الخيرية، فما عدناش نحتاج إلى هيكل للتكفير عن الخطايا. وإذا كنا مش محتاجين إلى هيكل للتكفير عن الخطايا، فليه المسيا يحتاج أن يكون كاهن؟ لا 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 لا، المسيا ما يحتاجش أن يكون كاهن خالص. وإحنا هنتجاهل هذه الآية تماما كأنها لم تذكر في الكتاب المقدس. أحبائي، سبب رفض الشعب اليهودي اليوم للمسيح الناصري بأنه هو المسيح اليهودي المعلن في العهد القديم أنه حخامات اليهودية الفريسيين قالوا لهم إنه المسيح لما هيجي مش هيموت، لأنه هو مش هيكون كاهن، ولأنه هو مش هيكون كاهن فما يحتاجش يقدم ذبائح لا عن نفسه ولا عن الآخرين، لأنه نظام الذبائح في بدائل أفضل منه، ولأنه في بدائل أفضل منه فإحنا بندور فقط على مسيح هيجي على رتبة ملك، ابن لداود عظيم ينصرنا من الأعداء ويأسس مملكة يهوه ويجعل من اليهود هم أسياد العالم وانتهى الموضوع. ده اللي احنا مستنينه. أي مسيا تانية بمواصفات أخرى غير المواصفات المصرح بها والمعلن بها والمقبولة من التلمود نرفضها شكلا وموضوعا. وده السبب إنه النهاردة السيد المسيح مرفوض، المسيح اليهودي، المسيح اليهودي اللي جاء بالفعل على رتبة كاهن وجاء بالفعل كنبي وجاء بالفعل كملك، لما جاء وظهر في وسطهم لأنه كان جاي بمواصفات مختلفة عن المواصفات التلمودية، لأنه جاي مختلف عن رؤية الفريسيين للمسيح، رفضوه شكلا وموضوعا. احنا احبائي من خلال هذا الدرس البسيط عايزين نخاطب اخوتنا اليهود ونقول لهم
حان الوقت أن تلتزموا بنصوص الكتاب المقدس الواضحة، ولا تعتمدوا على الحاخامات ولا على التلمود، لأنه في التلمود في حاجة تقول إذا يهوى حاشا قال حاجة وذكر حاجة في الكتاب وإجماع الحاخامات نقض النص الصريح لما ذكروا يهوى، التلمود يقول ينبغي أن نمشي مع رأي الحاخامات ولا نمشي مع رأي يهوى. التلمود يعلم أن رأي الحاخامات أقوى وأمضى وأفعل من كلام يهوى نفسه. أحبائي، في حد يتصور هذا الكلام؟ لما احنا نسمع انه الارثوذكس والكاثوليك يعتمدوا على التقليد اكثر من اعتمادهم على الـ على الـ على الكلمه المكتوبه على الكتاب المقدس، نمتعد ونقول ايه الجماعه دول؟ ازاي يجعلوا من التقليد سلطه اعلى من الكتاب المقدس؟ احبائي، التلمود اللي هو مصدر تعليم كل الحاخامات يقول لليهود إذا أنت قريت نص من نصوص الكتاب المقدس باسم يهوى، وهذا النص قال لك حقيقة واضحة وضوح الشمس، ولكن إذا فسرها الحاخامات بتفسير مناقض للنص الصريح ليهوى، عليك التلمود يقول كده، عليك أيها اليهودي أن تلتزم بآراء وبإجماع الحاخامات بدلا من أن تلتزم بنص يهوى. وإذا لم تلتزم، التلمود يقول لهم كده، وإذا لم تلتزم برأي الحاخامات تقتل. أحبائي، ده الموقف. عشان كده النهاردة لما أنت تيجي تخاطب وتناشد إنسان يهودي وتقول له على مزمور 110:4 انه المسيح كاهن على رتبة ملك صادق بقسم الهي، يقول لك لا، انا ارجع للتلمود، التلمود مش بيقول انه المسيح هيجي ككاهن، فخلاص انا ماليش دعوه بهذا النص، لانه في من هو اذكى مني، اليهودي يقول كده، واحكم مني. حكماء الديانه اليهوديه على مر العصور أجمعوا إنه المسيح هيجي مش ككاهن، يبقى خلاص أنا مش محتاج ألتزم بنص الآية بتاعت مزمور 110:4، لأنه من هو أذكى مني وأخبر مني وأكثر ثقافة وعلما مني استنتج بأن المسيح مش هيكون كاهن، فانتهى الموضوع. أحبائي، أنا النهاردة ما أقدرش أقنع أي يهودي بالالتزام بنصوص الكتاب المقدس كما وردت إلا إذا تحرر من قبضة التعليم التلمودية عليه. إذا لم يتحرر الإنسان اليهودي من قبضة الحاخامات وتعليم التلمود، فلن يستطيع أن يكتشف المسيح الحقيقي. وأحبائي، تعالوا النهاردة نشوف إيه قصة ملكي صادق ده. مين هو ملكي صادق ده؟ في العهد القديم ورد مرتين فقط ذكر لملكي صادق. الآية اللي احنا قريناها دي اللي خرجت كده من غير سياق ومن غير مضمون، وإنما في آية في عدد 4 يقول له أقسم يهوى ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. عايزين نعرف مين هو ملكي صادق ده؟ ايه الرتبة دي اللي عدت على اخوتنا اليهود، وبالتالي رفضوا يهوشوا المسيحي لانه ما فهموش اختلاف الخدمة مع ملكي صادق عن الخدمة مع اللاويين. المرة الاولى اللي ذكر فيها ملكي صادق هي كانت في تكوين 14. دي المرة الأولى
وهي ومزمور 110 هي المرتين الوحيدتين اللي تم ذكر فيها ردة ملكي صار. تعال نفتح تكوين 14 ونقرأ من عدد 17. تكوين 14 عدد 17. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العومر. كسرة يعني من انتصار، من انتصار أو من الانتصار على كدر العومر والملوك الذين معهم إلى عمق شوى الذي هو عمق الملكي. وملكي صادق، وملكي صادق ملك مين؟ ملك شاليم. ملك شاليم، شاليم يعني ملك السلام أو ملك البر، ملك السلام أو ملك البر. أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا ليهوى العلي. كان كاهن ليهوى العلي، وكان اسمه ملك ملك سالم، ملك سالم او سلام او ملك البر، واسمه ملكي صادق. ملكي صادق يعني صادق، يعني هي البر وملك البر وملك سالم، يعني اسمه ملكي يعني ملك، وصادق يعني البر، وملك شالم ملك سالم، ملك السلام او ملك منطقه سالم. احبائي، هل هذا الكاهن العلي، كاهن يهوى العلي، عمل لما التقى بابراهيم؟ بارك. مين بارك الثاني؟ ابراهيم بارك ملكي صادق ولا ملكي صادق بارك ابراهيم؟ ملكي صادق بارك ابراهيم. واللي مباركه باركه ازاي؟ اداله اداله خبز وخمر. اداله خبز وخمر. هل كان في هيكل؟ ما كانش فيه هيكل، ما كانش فيه هيكل. دعونا لا ننسى هذه النقطة، ما كانش فيه هيكل. ملكي صادق كان رئيس كهنة من غير ما يكون فيه هيكل أرضي. كان كاهن لمين؟ ليهوى العلي. والسيد المسيح هو على رتبة مين؟ على رتبة ملكي صادق. يعني هو كاهن الأعظم ومش محتاج هيكل أرضي عشان يمارس عمله، عشان يمارس دوره ككاهن. مش محتاج هيكل أرضي. أحبائي، هتفرحوا خالص جدا لما تشوفوا وما تنسوش هذه الآية، إن السيد المسيح كان كاهن على رتبة ملكي صادق. كان كاهن الأول، الكاهن الأعظم، كان رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. تعالوا افتحوا بقى معايا وقروا يوحنا 2:18-22، يوحنا 2:18-22، وهتلاقوا هذه الآيات دلوقتي تصرخ بالوضوح وتصرخ بتفسير واضح جدا، ونفهم كلمات السيد المسيح على ضوء إن هو كان كاهن على رتبة مين؟ ملكي صادق. يوحنا 2:18-22، فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يهوشوا وقال لهم: أنقضوا هذا الهيكل، أنقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل. بالنسبة لليهودي، لما كان السيد المسيح بيتكلم على الهيكل، يبقى لابد انه كان بيتكلم على الهيكل على المبنى، الهيكل القائم ده الارضي اللي بناه سليمان وبعدين اعاد بناؤه مرة اخرى الملك هيرودس. قالوا له اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه
أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يهوشوا. أحبائي، كما كان ملكي صادق قديما عندما بارك إبراهيم كاهنا ليهوه بدون هيكل، بدون هيكل أرضي، بدون مبنى، هكذا يهوشوا المسيح كان هو رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق وبكهنوت مختلف تماما عن الكهنوت اللاوي، ولا يحتاج إلى مبنى، وإنما جسده كان هيكل يهوه. جسده لما هو قال أنا أهدم هذا الهيكل وأقيمه في 3 أيام، كان بيشير ليهم أنه أنا رتبتي على ملكي صادق لا تتعلق بما يجرى أو يقوم به كهنة اللاويين في الهيكل الأرضي. أنا دلوقتي أصبحت الهيكل المتحرك ليهوه. أحبائي، إيه اللي كان يجعل الهيكل بالنسبة لليهود مكان مقدس؟ هو ترائي يهوه في الهيكل، لما كان يقبل الذبائح أو في يوم الكفارة، اللي كان يجعل الهيكل شيء مقدس هو ترائي وظهور الآب يهوه في المكان، يجعل هذا المكان إيه؟ مقدس. طيب بالنسبة للسيد المسيح، كم من يهوه كان في معكوس في السيد المسيح؟ روح يهوه كلها كانت تملأ مين؟ السيد المسيح. فأصبح هو هيكل يهوه المتحرك، لأنه مش عملية إنه يهوه كان يظهر في الهيكل في يوم الكفارة فقط وفي بعض المناسبات الأخرى عندما كان يتراءى لموسى. بالنسبة للمسيح، يهوه كان قائم بروحه بالكامل في مين؟ في جسد المسيح. وعشان كده نقرأ في يوحنا 3 34 إلى 36، لأن الذي أرسله يهوه يتكلم بكلام يهوه، لأنه ليس بكيل يعطي يهوه روحه. الآب يحب الابن، لما روح يهوه حلت في يهوشوا كل الروح حلت، وكانت موجودة روح يهوه في يهوشوا في جسده طول الوقت. ومن هنا كان هو الهيكل المتحرك اللي كان موجود في وسط شعبه، وشعبه ما كانوش ايه ملاحظين الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. الى خاصته جاء، انتوا بتدوروا على ترائي او ظهور روح يهوه في الهيكل مره في السنه في يوم الكفاره، انا بقول لكم انا ساكن في جسدي روح يهوه على طول الوقت. ولانه روح يهوه في جسدي، فانا مش محتاج الهيكل الارضي ولا ذبائح الهيكل الارضي، والذبيحه اللي انا هقدمها هتبقى ذبيحه مختلفه خالص عن كل الذبائح الحيوانيه. انا هقدم ذبيحه واحده، والذبيحه الواحده دي كفيله بالتكفير عن خطايا كل البشر على مر العصور. احبائي، انا جاي النهارده اقول حاجه تبكي القلب. ازاي اليهود بسبب الحاخامات، بسبب الفريسيين، بسبب الكتبه، بسبب المعلمين، كان امام اعينهم رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق متمتع بوجود روح يهوه فيه طول الوقت، وكان بيقوم بمهام رئيس الكهنة بالكامل،
كيف كان يتصف رئيس الكهنة؟ إنه بار. رئيس الكهنة كان يتصف إنه بار، إنه بيعمل أعمال خير، إنه بي 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 بيعكس صورة يهوى للناس. رؤساء الكهنة اللي هم على رتبة هارون لم ينجحوا في أن يعكسوا صورة يهوى بصورة مستمرة، وبالتالي كان عليهم في يوم الكفارة أن يقدموا ذبائح عن خطاياهم وجهالاتهم قبل ما يقدموا ذبائح عن البشر. لكن هنا اليهود كان عايش في وسطهم المسيا اليهودي، هذا الهيكل المتحرك القائم في وسطهم اللي حل فيه روح يهوى من غير حد ومن غير حساب بصورة مطلقة، وكان انعكاس لملك الصادق الحقيقي اللي ظهر لإبراهيم وبارك إبراهيم. يعني هو بارك أبو اليهود، الأب الأول والأعظم لليهود، تم مباركته من قبل ملك صادق، وجاء من نسل إبراهيم الإنسان المسيح اليهودي اللي الآن أصبح هو رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. واليهود لم يعترفوا به ولم يدركوه ولم يفهموه. أحبائي، الآية تقول في يوحنا 3:34-36: الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب يهوى. إزاي داود العظيم تنبأ بأن من نسله هيجي المسيح ويهوى العظيم الأعظم صرح بأن هذا الرب الذي سيأتي من نسل داود هيكون على رتبة ملك صادق، ومع ذلك يعمل يهود أو يتعامل يهود عن اكتشاف هذا الحق؟ أحبائي، قبل ما أكمل عاوز بس أقول كيف أصبح داود كاهن على رتبة ملك صادق؟ من وقت ملك صادق الأول ومنطقة سالم سقطت بعد ملك صادق في أيدي الأمم إلى أن جاء داود وانتصر واستحوذ على مرة أخرى على منطقة سالم. الكتاب يسميها جبل صهيون، أو يسميها أو داود سميها مدينة داود اللي هي أورشليم. أورشليم هي سالم، هي مدينة البر، مدينة السلام. لمن داود انتصر واستحوذ مرة أخرى على هذه المدينة وحررها من سلطة الأمم أصبحت أورشليم مرة أخرى تابعة إلى يهوى، وأصبح ملك أورشليم هو على رتبة ملك صادق، وأصبح اللي يجي من نسله المسيح هيكون أيضا على رتبة ملك صادق. يعني أورشليم، بنتكلم على أورشليم إنه هي ترمز إلى مدينة البر ومدينة السلام، مش بنتكلم على أورشليم الأرضية الحالية. أورشليم الأرضية الحالية ليست هي مدينة البر والسلام في العالم، وإنما مدينة البر والسلام في العالم هي هتكون أورشليم السماوية اللي هتنزل وتستقر على جبل الزيتون عند عودة السيد المسيح لتأسيس ملك يهوى الأرض. فلما بنتكلم على أورشليم إنه هي مدينة البر والسلام، مش بنتكلم على أورشليم الأرضية. أورشليم الأرضية تا
تم الاستيلاء عليها بالقوة. بالقوة يهوى مش محتاج يستخدم القوة عشان يؤسس مملكته. مملكته هتؤسس بالبر عند عودة السيد المسيح ونزول أورشليم السماوية لتستقر على جبل الزيتون الحالي جغرافيا. أحبائي، لما تعامل اليهود عن حقيقة أن داود كان على رتبة ملك صادق، وأنه المسيا اللي هيخرج من صلبه أيضا هيكون على رتبة ملك صادق، ولأن اليهود لا يعترفون بالعهد الجديد تماما ويستندوا فقط على العهد القديم ويعتبروه هو ده المصدر الوحيد لتعليمهم، رغم أنه مذكور آيتين أساسيتين عن ملك صادق كما وجدنا في العهد القديم اللي المفروض كان اليهود يعترفوا أو يفهموا مهمة المسيا إنه هتكون مهمة كاهن وملك ونبي، ولكن قبل أن يكون ملك ينبغي أن يقوم بدور الكاهن، بدور الكاهن، والكاهن يقدم ذبائح. وبما أنه ملك صادق لم يقدم ذبائح حيوانية، فمعناها ملك صادق اللي هو المسيا اللي هيجي على رتبته ما كانش عنده ذبائح حيوانية يقدمها ليكفر عن الشعب، كان عنده حاجة واحدة يقدمها عشان يكفر عن خطايا كل البشر، أن يقدم ذبيحة جسده. ذبيحة جسده. أحبائي، خسر اليهود الكثير بعدم اعترافهم بالعهد الجديد، لأنه في العهد الجديد، في العهد الجديد كاتب سفر العبرانيين كتب عظة جميلة جدا، هي اسمها عظة سفر العبرانيين، بتوضح لكل إنسان يهودي أو غير يهودي إزاي السيد المسيح تم مهمته ككاهن على رتبة ملك صادق. كم كنت أتمنى لو إنه اليهود اليوم بدل ما يضيعوا وقت في قراءة التلمود، وكم كنت أتمنى لو أن اليهود الشعب بدل ما يعتمدوا على الحاخامات في فهم الكتاب المقدس، لو كانوا اعتمدوا على سفر العبرانيين فقط، سفر العبرانيين فقط، لفهموا تماما المهمة الكهنوتية للسيد المسيح. أنا بس هقرأ آيات من سفر العبرانيين. وهديتي هذه أو طلبتي إنه الإخوة اليهود اللي عندهم محبة الحق وعندهم الشجاعة أن يتحرروا من هيمنة الحاخامات عليهم وهيمنة التلمود عليهم، عاوزهم بس يسمعوا ما كتبه كاتب سفر العبرانيين لتوضيح مهمة السيد المسيح، توضيح مهمة السيد المسيح مش بس للأمم، وإنما توضيح مهمة السيد المسيح ككاهن على رتبة ملك صادق لليهود. واليهود اللي في ذلك الوقت آمنوا بالسيد المسيح إن هو المسيح اليهودي، اعتمدوا على سفر العبرانيين عشان يفهموا المهمة الجليلة التي قام بها السيد المسيح. هقرأ آيات، هبتدي مثلا بعبرانيين 8 عبرانيين 8:3 يقول لك كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء أن يقدمه. هنا كاتب سفر العبرانيين بيقول لنا رئيس الكهنة سواء على رتبة لاوي أو رتبة هارون أو رتبة ملك صادق شغل أن يقدم إيه؟ ذبائح وقرابين. طب اللاويين كانوا بيقدموا ذبائح حيوانية، طب ده هيقدم إيه؟ شوف هنا بيسأل السؤال عشان إحنا إيه نستنتج. في عبرانيين 9:26 يقول لك أبطل الخطية بذبيحة نفسه،
هذا الكاهن المسيا اللي على رتبة ملك صادق أبطل الخطية بذبيحة نفسه. أحبائي، إيه الفايدة إنه المسيا يكون ملك من غير ما يكون كاهن؟ لو كان كاهن فهو هيبطل الخطية بذبيحة نفسه ثم يمنح الخلود للشعب، يمنح الخلود للشعب، وبالتالي يستطيع أن يحكم كملك إلى أبد الأبدين. يعني اليهود مسكوا في دور المسيا فقط كملك، ونسيوا أنه عشان يحكم إلى أبد الأبدين كملك ينبغي أن يكون عنده رعاية يعيشوا إلى أبد الأبدين، ومش ممكن الرعاية تعيش إلى أبد الأبدين من غير ما حد يدفع ثمن الخطية، ومش ممكن أي حد تاني يدفع ثمن الخطية من ذبائح حيوانية أو غير حيوانية، لأنه الجميع خطاط. فبالتالي المسيا هو اللي دفع ثمن خطايا البشر، لأنه هو الإنسان الوحيد اللي كان بلا خطية. عبرانيين 7:14-14، هنا كاتب سفر العبرانيين اللي أنا أعتقد أنه كان بولس، لأنه ما كانش في حد عنده هذا العمق كما كان لبولس. عبرانيين 7:11-14 يقول إيه؟ فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، فماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ يعني بيقول لهم لو كان رتبة هارون أو رتبة اللاويين كفيلة بحل مشكلة الخطية ما كناش نحتاج إلى رتبة ملك صادق، لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر، سبط آخر. يعني يهوذا الكاتب العبراني بيقول لنا يهوشوا ما كانش من سبط اللاويين، كان من سبط يهوذا، كان كهنوت تاني مختلف خالص عن كهنوت الحيوانات. انتوا يا يهود مسكين في الذبائح ومسكين في الهيكل، وعندكم حل أعظم، حاجة أعظم اللي هي الكهنوت اللي هو على رتبة ملك صادق، لأنه ده اللي هيحل مشكلة الخطية للأبد. فهنا يقول لك إيه؟ لأن الذي يقال عنه هذا، يعني إشارة إلى المسيح، كان شريكا في سبط آخر وهو سبط يهوذا، لم يلازم أحد منه المذبح، ما كانش في حد من سبط يهوذا بيباشر الذبائح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. موسى ما كانش خاص إلا بالكهنوت اللاوي، والكهنوت اللاوي كان مؤقت لأنه ما كانش عنده علاج رسمي وكامل للخطية. والكتاب المقدس قال لنا هيجي واحد تاني، المرة دي هيكون على رتبة ملك صادق، ملك السلام وملك البر، وده لما هيقدم ذبائح مش هيقدم ذبائح كثيرة، وإنما هيقدم ذبيحة واحدة هي ذبيحة إيه؟ جسده. وبالتالي دي تثبت إنه المسيا كان ينبغي أن يموت قبل ما يتمجد في السماء ويعود مرة تانية على الأرض. الحخامات يفضلوا يقولون ما عندناش في الكتاب المقدس آية واحدة تقول إنه المسيا هيموت. يا سلام، أنت عندك الاستنتاجات كلها واضحة إنه إزاي يتمجد قبل أن يموت، وإزاي يستطيع أن يكفر عن خطايا الآخرين بذبيحة واحدة قبل أن يموت مرة واحدة. لازم يموت مرة واحدة ومن ثم يقام، زي ما قال لنا في أشعياء 53 يقام، لأنه الموت مستحيل كان يحبسه. داود قال إنه المسيا مش هيبقى في القبر ومش هيفسد جسده، لأنه هو بار، هو قام بدوره كرئيس كهنة ودلوقتي خلاص تمجد وصعد عن يمين الآب ومنتظر الإشارة عشان يعود إلى الإيه؟ إلى الأرض. هنا عبرانيين 5:4-6 يقول ولم يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من يهوه كما هارون. يعني رئيس الكهنة ما كانش هو يرشح نفسه، مين يعني ما كانش يهوه يقول في النظام اللاوي مين يرشح نفسه، لا، يهوه قال هارون وبيت هارون هم هيكونوا رؤساء الكهنة. يعني بيقصد يقول لنا انه
رئيس الكهنة مدعو من يهوى، مدعو من يهوى، كما كان اللاوي مدعو من يهوى، كذلك ملكي صادق أو المسيا اللي هو على رتبة ملكي صادق مدعو من يهوى. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. المسيح دعي أن يكون رئيس كهنة، قال له أنا موافق، أنا موافق، مهما كانت الآلام، مهما كانت التضحيات، أنا إيه؟ أنا موافق. أحبائي، بعدين كاتب العبرانيين يقول لنا في عبرانيين 9:24، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه يهوى لأجلنا، يظهر لأجلنا. هو رئيس الكهنة، هو الوسيط الوحيد بين الخطاة وبين الآب. بعدما قدم ذبيحة نفسه، بعدما قدم نفسه ذبيحة، يهوى أقامه من الأموات وقال له تعال اجلس عن يميني وانت تشفع في كل الخطاة اللي يؤمنوا بيك. كل من يؤمن بيك يا ابني، يهوى يقول لي كده ليهوشوا، كل من يؤمن بيك برك هحسبه له وخطاياهم همحوها. أحبائي، عبرانيين 9:12، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، يعني دخل إلى السماء مرة واحدة فوجد فداء أبديا. يا إخوتي اليهود والحخامات، مش ممكن يكون في مسيا يهودي حقيقي من غير ما يكون كاهن على رتبة ملكي صادق، يوفر لنا فداء أبديا بذبيحته، بذبيحة نفسه، بذبيحة جسده. أحبائي، كم أتمنى، كم أتمنى من كل قلبي من إخوتي في البشرية أن يدركوا أن المسيا اليهودي الذي جاء من 2000 سنة جاء كنبي وكملك وككاهن، ولكنه كان قبل ما يتوج كملك ينبغي كان عليه أن يكون كاهن، والكاهن يقدم ذبائح، وهو كان على رتبة ملكي صادق، ورتبة ملكي صادق ما كانش ليها علاقة أبدا بالذبائح الحيوانية. كان هناك فقط ذبيحة واحدة يقدمها ويكفر عن خطايا البشر مرة واحدة وللأبد، ويعطينا فداء أبديا. ما أجمل هذا الحق، نفرح بهذا النور، ونفرح بكون أن المسيا اليهودي الذي جاء من 2000 سنة وهو الآن جالس عن يمين الآب في السماء جاء على رتبة ملكي صادق. آمين. We'll be right back.